مساكم الله بالخير وحياكم الله كل من قاعد يتابع تلفزيون الكويت. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ليالي الكويت. أنا كل ما أقول التوبة يا توبة يا توبة ما توب عادة السالفة مرة ثانية ما توب خلصت العقل مرات وزارة الإعلام خلاص بس بعد هم مسوي ما شاء الله ممعين فواحد ينسى عقال كم القياس مال العقال اليوم نسيت صدق لا بولي شو اللي خليك تنسى العقال أنا بس هذا سؤالي شوف شو أنا أقول لك اليوم من الصبح شيء ورا شيء شيء ورا شيء شيء ورا شيء وواحد من الأشياء شنو شيء ورا شيء تيش الأخر مو من كثر يعني أشغالك في الحياة يعني لا والله بولي شنو أشغالك في الحياة محطة وياك هذا شغل كبير مو صغير انت تداوم عندي في المحطه إيه؟ انا اصلا لما تداوم عندي في المحطه ركعتين شكر يعني ما انا قاعد اداوم بس انت ما تشوفني ما اشوفك اي اللهو الخفي انا اي بس انت ما تشوفني والله اصدق والله سعود الروح قال والله كلاب هاوس ماخذك منه الايام هو الفكره حق اليوم قاعد اسوي ريسيرش حق اليوم اليوم الموضوع في كلاب هاوس كلاب هاوس صار حديث الساعه اي واليوم كنت ويا الله يذكره بالخير محمد سريع وشباب مجموعه من المبادرين يعني تمام والله خوش بادرت يعني اليوم انت بادرت الموضوع شو يقول موضوع الديسكشن مالهم شلون مشروعك يخسر او شنو استفدت من خساره مشروع او فشل المشروع اي زين شيء وايد حلو يعني شوف في شغلات حلوه بعد شوي راح اسولف فيها كلها انا دشيت كذا غرفه وبعدين بندش يعني اللي قاعد يتابع ليالي الكويت ترى اليوم بنسولف عن كلوب هاوس فاللي يبي يسمع عن سوالف كلوب هاوس الفقره الجايه بتكون عن كلوب هاوس وايضا على الاي تي وسوالف الاي تي خطوره كلوب هاوس مميزاته الامور هذه كلها عشان شي سوينا بحث عليه وراح نجيكم في هذا الامر اليوم ذاك اليوم انت تعال مبروك مبروك انت اعطوك اسمها والله اليسار تتيون حلوك حلوك نجمه والله تتيون اليوم حط لك نجمه بس شوف وليد انت رحت شو اسمه ارض المعارض مع كابتن فوزي ولدي اليوم بعد راح ارض المعارض انا رحت اليوم مستوصف شويخ زين زين كانوا بيذكروني انا ولاده شويخ زين ليش حطوك هناك ليش حطناك بالذات ايش دخل ما ادري على اساس وزعوا يمكن على اساس ما ادري مسلسل شيء شيء ما ادري بس انا امانه بوليد انا يعني كان ودي فعلا اروح مستوصف ابي اشوف الفرق الورك فلو شلون صاير ارض المعارض مكان جديد توزيع جديد تنظيم هناك عجيب. في شويخ ولا المستوصفات بوليد الغرف انت ما تقدر تتحكم فيها صح الاستراكشر الموجود محدود وقديم تلاقي من زمان اي فانا اليوم دشيت يعني اكو ناس دشوا يعني ساعه قاعد يكلمني شو اسمه الاخوان قاعد يكلموني بالاعداد يقولوني في امس راحوا ناس الساعه 6 ما كان في احد انا اليوم رحت الساعه 3 لا والله كان في زحمه حلو بس امانه بوليد كل اللي موجودين تعاون شيء مو طبيعي الاخوان في وزاره الصحه واحد اسمه اذا ماني غلطان يعني اسمه طلال مسكين واقف بس اول ما تدخل باب يستقبلك تطعيم نعم اعطاك رقم حلو اعطاك رقم إيه لان اسمه طلال عشان شي ركز والله ما اعرف اسمه بس واحد قال له اخوي طلال مشكور فثبتت الاسم أي. فمسكين يعني من تدخل يستقبلك عند الباب يعطيك رقم يقول لك تفضل اقعد تقعد مع الناس حلو انا شفت الزحمه اول ما دشيت كان اقول كأنهم طولوا السالفة خالد يأخذون أربعة وراء بعض أربعة 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 يعني أنا تقريبا في الزحمة هذه كلها ما قعدت أكثر من 12 دقيقة إنزين؟ إجمالي ها؟ كل يعني كل العملية لا لا العملية مع التطعيم 12 دقيقة بعدين أنت عندك ويتنج تايم تقعد يعني هم حطوك في شو اسمه وراها ربع ساعة 11 دقيقة عارف شلون ها؟ وراها وراء ما تخلص ربع ساعة تقعد ربع ساعة تقعد عشان نشوف وهم مساكين يعني شوف يعني الناس شلون الورك فلو عندهم سريع تشوف الناس تطعم وتطلع تطعم وتطلع فاليوم بالصدفه يعني كان معي طبعا كان نتكلم عن اهميه التطعيم معانا الحين دكتور علي خاجه رئيس مركز العدانه التخصصي ومنسق مراكز الكوفيد 19 في منطقه الاحمديه الصحيه وايضا منسق الفريق المتنقل هذه حلو حق تطعيمات كوفيد حق طريح الفراش مساك الله بالخير دكتور شلونك
مساك الله بخير. حياك الله، شلونك؟ طيب ان شاء الله. طول لي عمرك. الحمد اليوم لله. اليوم ويه بويه، اليوم الصبح الحين بالتليفون انا وياك. يشرفني والله. الله يحفظك دكتور. اليوم قاعد طبعا نلاحظ في قبول كبير حق التطعيم ولله الحمد. يعني اول امس اذا انا ماني غلطان تصريحكم في الصحه 18500 تطعيم في 12 ساعه فقط. وهذا معناته ان في انفلوكس كبير قاعد يصير، الناس فعلا قاعده تتقبل وتروح تطعم، وفي تعاون جدا كبير. طيب ابي تكلمنا عن هالجانب بحكم ايضا ان انت منسق حق الفريق المتنقل للتطعيمات. طبعا بدايه اول ما ابتدى موضوع التطعيمات على ارض المعارض كان في تخوف كبير من الناس ان صح. تطعيم الاشاعات اللي صدرت من اشخاص على السوشيال ميديا بعض الصحف خطوره التطعيمات كون تركيبتها من الجينات يتاثر مستقبل. طبعا هذه المعلومات مع الوقت كي تبينت فشلها او عدم صلاحيتها. الناس طعمت تشجعت، الاعداد في تزايد مقارنه مع اعداد التطعيمات من كان حوالي 150 وصلت 18000 وكسور. الاعمار يعني الفئات العمريه اللي قاعد يقدمون او قاعد يسجلون حق التطعيمات من مختلف الاعمار، حتى من عمر 16 سنه قاعد يسجلون الى ما فوق ال 70 سنه. فهذا التغيير جدا مشجع، جدا يعني يوضح انه في تغيير في مفهومية التطعيمات وأهميتها بجانب المجتمع. طيب دكتور أنا بس عندي استفسار بسيط. الناس قاعد تسألني اليوم لأن اللي راحوا اليوم مثلا أرض المعارض أعمارهم 24 وأقل أعطوهم فايزر، فالناس تتساءل قالوا مرة قالوا أن الفايزر لا والله حق اللي أعمارهم أكثر من 65 سنة، اللي اليوم راح أطعمه شباب ترى كلهم الجامعة، فقاعد يستفسرون. فقلت أسألك هذا السؤال عشان بعد هم نطب من أولياء الأمور، يعني شنو الفرق ما بين فايزر وأكسفورد؟ يعني عرف شلون؟ التطعيمين فايزر وأكسفورد اثنينهم يأدون الغرض، يوصلون لنسبة مناعة فوق 95%. الفترة اللي كان فيها طلبيات الفايزر تأخرت، الأكسفورد كان متواجد، فكان الوزارة حافظت على التطعيم الفايزر للفئات العمرية، طبعا طريح الفراش، كبار العمر أكثر من 65 سنة، فكتنسيق حافظوا على هالكمية المتواجدة إلى أن توفرت الكميات الأخرى. حاليا التطعيمين موجودين الفايزر والأكسفورد على جميع الفئات. طبعا الفرق بين الفايزر أنه هو ينعطى للأشخاص من 16 سنة فما فوق إلى ما أكثر من 65 سنة. الأكسفورد معتمد من 18 سنة إلى 65، من ولكن طالما هو متوفر فممكن يعطون حق الفئات الثانيه. مره ثانيه عطني الفئات العمريه حق كل، انت الحين قلت اوكسفورد من 15 سنه ل 65. الاوكسفورد الفايزر من ايه؟ عمر 16 سنه ايه؟ الى ما فوق ال 65 سنه. طيب واوكسفورد؟ الاوكسفورد من 18 سنه الى 65. اوكي، يعني اقل من 18 سنه ينعطى فايزر، فوق ال 65 ينعطى فايزر. اوكي طيب الان الحين انت دكتور ماسك امور التطعيم في المنازل، شنو منو الفئه اللي قاعد تقدمون لها تطعيم المتنقل وكم العدد اللي قاعد تطعمون حتى الان؟ يعني انا اصحابي قاعد يقولوا لي فعلا مو مقصرين امانه، يجون اسعاف ويجون مسعفين ودكاتره ويدشون وامانه ويقعدون ويخلصون ويتوكلون على الله ويقعدون يعني فترتهم اللي هي تقريبا نص ساعه، فالله يعطيهم الف عافيه على جهودهم. بس ابي اعرف الناس ايضا استفسار اكثر. انا اعرف ان في مثل نوع من التقرير لازم يرفق علشان انتم تروحون لهم البيت، صح؟ اي نعم. اللجنه تشكلت تقديم التطعيمات الكوفيد 19 لطريح الفراش. طبعا من هو الطريح الفراش؟ كل من هو ملزم بالفراش نتيجه اعاقه، مرض او كبر بالسن، شيخوخه، اللي تعذر عليه انه يوصل لحد ارض المعارض او لمركز تطعيم لاعطاء اللقاح. طبعا هذا التسجيل كونا لهم ويب سايت على وزاره الصحه، لهم مدخل خاص يعبي البيانات المريض، العنوان الفعلي، يعني في بعض الاشخاص حاط ابوه او والدته او طفله المعاق في البيت غير العنوان المسجل على بطاقه مدنيه، فاحنا نبي العنوان الفعلي المقيم في طريح الفراش. وعشان تكون الاليه صحيحه طلبنا ارفاق تقرير طبي يبين حاله طريح الفراش.
اللجنة تقوم بعد ما تسجل الشخص، يتصلون على شخص منهم يتأكدون من المعلومات إذا كان في نواقص بالتقرير، واتفقنا مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية والولية وعممت على كل المراكز الرعاية أن في حال حاجة المريض إلى تقرير حديث أو معينة يروح المستوصف اللي تابع السكن اللي هو موجود، يطلعوا له زيارة منزلية، يقيمون الحالة، يعطونه تقرير ويرفعها على الويب سايت. انزين، استفسار دكتور، ذوي الاحتياجات الخاصه ولا اللي فيهم اعاقه ولا اعاقه ذهنيه ايضا تروحون لهم البيت ولا هذيل لا لازم يروحون مثل ارض المعارض ولا مستوصف؟ الاداره المركزيه طعمت دار المسنين، بعثت مجموعه اسعافات وفريق طبي كامل، قام تطعيم الكبار السن المسنين في دور الرعايه. تمام. ولهم زيارات حق دور المعاقين. يعني هذه زيارات جانبية غير زيارة طريح الفراش في المنازل. لا العفو، أنا أتكلم مثلا يعني اللي فيهم توحد، اللي فيهم توحد مثل دكتور، يعني هل تروحوا لهم البيت؟ التوحد ليس إعاقة حركية، يعني ممكن أخذه أوديه لأرض المعارض أو للمستوصف يطعم. أوكي. ولكن الهدف من الفرق المتنقلة الأشخاص اللي ما يقدرون يطلعون أو ما في استطاعته أن يركب حتى على الويلتشير أو على الكرسي المتحرك، ما يتحركون نهائيا. بالضبط. صح والله احنا مهمتنا ان نعيد ونرد ونقول، لان حتى اللي سمعوا من شهر يبون نرد نسمع ونرد نقول لهم مره ثانيه. انا بس حبيت اعرف يعني شنو حاب تقول حق الناس اللي ما سجلوا للتطعيم الى الان، مع ان انا لحد الان انا قاعد اناشد وزاره الصحه يعطونا العدد عشان يبين تشجيع الناس ايش كثر الناس قاعد تسجل، بنفس الوقت ايش كثر طعموا لحتى الان. يعني بس انا حبيت اعرف من طرفك شنو المسج حق الناس. الرقم الفعلي اللي تم تطعيمه لحد الحين مو مبين عندي بصراحة، ولكن الإحصائيات العالمية توصل يعني قريب 1% على مستوى الدولة. أوكي. أوكي. طبعا ليش؟ لأن الناس كانت متخوفة، ما كان في تسجيل، ما كان في إقبال على التطعيمات. أي. ولكن خلال الأيام الماضية يعني من مقامة الوزارة ووفرت 15 مركز تطعيم على مستوى الدولة. يعني صح. صح. تسهيلا للمواطن، تسهيلا للشخص المنطقة السكنية، بدل ما اتعنى واروح ارض المعارض تكون زحمة، لا وفرت 3 مراكز تطعيم في كل محافظة، فصار اسهل واقرب. صح. والاعداد الانتظار طبعا اقل، مثل ما تفضلت رحت شوي كان في زحمة ولكن خلال دقائق خلص. صح. الموضوع اخذ التطعيم. صح دكتور علي خاجه، كل الشكر، مشكور وايد على جهودكم كلكم، مو بس وزاره الصحه، الصفوف الاولى كلها مشكورين وايد على جهودكم يا دكتور. الله يعطيكم الف عافيه. شكرا. قبل لا اروح حق موضوعنا الجاي، الموضوع الجاي راح نتكلم فيه عن الاحتفالات. انا حق معصب انت احتفالات على الاقل ابتسم، تكفى ببتسم بس قبل الله ما راح ابتسم. الموضوع ضايق العقال لهالدرجه، ضاغط يعني ضاغط على مناسمك مثلا. اسمعني. الموضوع اللي بتكلم فيه يمكن بشكل هو شيء حلو. ليش؟ صار في تشجيع، الناس قامت تروح الطعم، قاموا يسجلون. صح. حتى اللي كان معارض، في ناس كانوا يعارضون يقول لا يبا انا ما ابي اروح. انا والله تشجعت منك بوليد. انا تشجعت مني انت وكابتن فوزي بصلوح. بصلوح امس راح يقول لي لا درل عشان شو اسمه بصلوح للحين الدواء ما دش، يقول الدواء ما دش للحين ما دخل جسمه الدواء. فيعني الحمد لله الناس قاعد تشجع وقاعد تسجل تسجل للتطعيم. الشيء الثاني انت شوف والله الرجال قاعد يقولون نبي نسافر يا معود، بنروح نطعم. في ناس فكر بالسفر، ما يفكر بشيء. بس شوف لندن صرحوا ان شهر 3 الان 8/3 راح يفتحون المدارس. امريكا 25 مع العيد الوطني بالكويت. نعم. راح يبدون يفتحون المدارس شوي شوي، فبالتالي احنا قاعد نشوف العالم كله شوي شوي قاعد يرجع. بسبب شنو؟ بسبب ان التطعيم قاعد يزيد عندهم. عدل حلو، لان الناس قاعد تطعم، فبالتالي توصل النسبه اللي تضمن لك سلامه البلد. صح، افتح سوي لي تبي. صح. يعني هالنسبه هذه بس توصل لها، انا والله كان زي يحطون عداد. أصدق والله، مو عشان كذي انا قاعد اقول لهم عشان كم والله باقي شوي اخر نشجع خالد. احنا يعني اوجه الرساله حق الاخوان في وزاره الصحه. ايه. دكتور عبد الله سند اذا قاعد تسمعني، وجهت لكم النداء اكثر من مره. المره اللي فاتت جزاهم الله خير، الاسبوع اللي فات مركز التواصل حطوا العدد. احنا لازم نشوف
كم الناس اللي سجلت بنفس الوقت، لازم نشوف كم الناس اللي طعمت ونسبة. انزين يعني ما يخلف ترى لو يومين كل ثلاثة ايام تعطونا نسبه، لا تخلونها بالنسبة حقنا احنا نحسبها. يعني شفتك اول امس جزاك الله خير قلت والله 18500 في يوم واحد طعمه في 12 ساعه. طيب اعطونا الاجمالي، خلوا الناس تتشجع يشوفون العمليه صارت سهله، يروحون ويشوفون الامر هذا كله. كم التارجت مالنا عشان نطلع لبر الامان على قولتهم؟ اي والله. وش كثر يبي لنا وكم النسبه اللي والله نبي برلمان بسرعه والله يا معود. والحين بعد ما تذكرت المطاعم اليوم يقول لك قريش صاير بالكويت كنا باكر. اي والله ايش اربع ساعات المطاعم ماكو ناس واقفين، واحد واقف يدفع حق اليمه تكفى قوم على الطاوله بقعد. صار شو اسمه كذي وصلت. ايوه الحين بنتكلم عن شغله، ثقافه الاحتفال في ظل ظروف العيشه، ونبي تشاركونا بسؤالنا عن طريق الهاشتاج اللي هو ليالي اندرسكور الكويت، تلاقونا على تويتر. الاعياد الوطنيه شلون نحتفل بطريقه وطنيه صح؟ كل هذا ليالي الكويت، خليكم معنا. جائحة كورونا في هذا العام إلغاء كل الاحتفالات الخاصة بأعيادنا الوطنية واللي تعودنا أن نعبر فيها عن حبنا لهذا البلد، من خلال طلعتنا بالشوارع وسماع الأغاني الوطنية ووضع علم الكويت على السيارات. لكن مع هالظروف لازم يكون لنا ثقافة بديلة من خلال احتفالنا بالكويت في البيت، علشان الكل يكون بعيد عن الاختلاط اللي ممكن ينتج عنا نقل الفيروس. تحب الكويت؟ احتفل في البيت. رجعنا معاكم مرة ثانية في ليالي الكويت، وموضوع النقطة اللي وصلنا لها الحين اللي هي ثقافة الاحتفال بالعيد الوطني. يمكن بالسبعينات شلون كان العيد الوطني؟ حسب ما سمعت من كابتن فوزي في كتابة أسود وأبيض هو لا عقيد كنا بشارع الخليج يحتفلون بشارع الخليج، تشوف الفرق كلها، شركات، المدارس، كل مدرسة مسويت لها سيارة، كل وزارة سيارة، ويقعدون على السيارة والناس تحتفل، ويمرون عليك الهليكوبترات والجيش كله، ومروع قالك يمر عليك يا ويلك يا طلع اصبر علي ما تطلعها منك. فأمانة يعني كانت يعني شيء حلو صح، ما في يعني ما في لا مخالفات ولا أذية ولا إزعاج ولا تحرش. إنزين تطشر الماي من وين يا ما الصدق بوليد؟ تايلنديين، احنا تايلنديين والله. عاد انت ابخص، ما لي شغل انا، وما عندهم عيد الماء، العيد الوطني ما له شغل بالماء، ايش حق هدر ماي؟ كم قالوا كم ايش كثر الصرف؟ والله اذا ماني غلطان اعتقد الهدر مطلعينه عندنا الاخوان في الاعداد يمكن 17 مليون قالون. تخيل 17 مليون قالون بيومين. اي يعني 17 مليون شو يسوون؟ احنا عندنا لما الناس تسال يقولون لك شلون حسبتوا الهدر هذا كله؟ لأن أنت في عندك إحصائيات يومية
حق مستوى استعمال أو استخدام المياه في دولة الكويت. لما يصير عندك جمب في يومين، هذا الجمب هو الأكسترا اللي صار عندك، فبالتالي الحسبة جدا بسيطة. لما يقولون ومين يبين هالحسبة هذه، في عندك استعمال يومي، وهذه صح. إحصائيات قاعدة تمشي أيام أيام، فجأة يصير عندك جمب في الاستعمال. هذا مال الناس اللي قاعدة تستعمل، اللي حاطين لهم تناكر، قبل يحطون تناكر يمشون فيها بالشاليهات يرشون الماي على الناس، صح صح. الحين تحذف شو اسمه تفافيخ، تحذف تفافيخ. الآن انت جاي على وضع مو طبيعي. العام العام احنا بنطوف سالفة العام، الحين الوضع مو طبيعي. الحكومة اتخذت قرارات جدا قوية لما يقول لك والله انا سكرت المطاعم. نعم. يعني شنو؟ يعني ما بيزحمة. اليوم انتم رايحين مزدحمين، خلاص ما يخالف، ما عندي مشكله، تزدحمون بالشوارع انزين. لما تصير هالحركات هذه كلها والامور هذه كلها، هذه راح يرد انعكاسها علينا. اعيدها مره ثانيه واعيدها لكم مره ثالثه، اي شيء تقدمون عليه في الايام القادمه، وهذا مو تهديد يا جماعه، ترى هذا واقع، اي شيء تسوونه قالوا لكم. يبقى احنا الحظر قاعد ندرسه حتى الان، ما اتخذنا قرار فيه، فانتم ليش تخلون شيء يضرنا احنا كلنا كلنا بسبب تصرفات 10 او 15 او 20% يبون يحتفلون بالشوارع؟ زين خلينا نحتفل بالبيوت، خلينا نحتفل واحنا قاعدين، خلاص. ظرف استثنائي هذا، مو ظرف استثنائي، تحمل شويه. طبعا تفضل. طبعا عندك. احنا لا والله حلفت عندك وصدق والله. ايوه ان شاء الله. اجتماع مجلس الوزراء الموقر الاخير كان في بعض القرارات اللي يبدا العمل فيها مباشر، مثل ما قلنا الاربعاء، والهدف منها حمايه الناس والتباعد قدر المستطاع. كذلك مع بدايه الاحتفالات الوطنيه بيكون حق وزاره الداخليه دور كبير في تطبيق القانون للحد من التجمعات. هذا اللي انا قاعد احذر منه، صار لي يومين، من الحد من التجمعات بكل اشكالها، وتسليط الضوء على هذا الموضوع. الان معنا اللواء عابدين علي العابدين، مدير عام امن محافظه العاصمه. مساك الله بالخير، حياك الله في ليالي الكويت. مساك الله بالخير اخوي طلال والاخ خالد، يعطيكم العافيه. الله يعافيك وعساكم على القوه. الله يسلمك، والله انتم اللي عساكم على القوه، والله يعينكم على الايام الجايه وعلى اللي الجهود اللي مريتوا فيها السنه اللي فاتت. والله الله يعطيكم الف عافيه والله. ويعين الجميع ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظكم ان شاء الله. لواء العابدين، نبي نتكلم عن دوركم في تطبيق ما جاء في قرارات مجلس الوزراء الاخير، خصوصا ان الثقل كله ينصب على وزارة الداخلية في أن الأمور ما تطلع برا الحدود ويتم تطبيق القانون على المخالفين. نعم نعم صحيح. طبعا وزارة الداخلية عندها العديد من الخطط الأمنية موجودة، نعم، ويتم تدارسها وتنفيذها حسب الوضع الأمني لكل موضوع. نعم. احنا اليوم نطبق قرار مجلس الوزراء لما فيه المصلحة العامة للجميع. فالمرض موجود وما هو هين نهائيا، فنتمنى من الجميع الالتزام بهذا القرار لما فيه المصلحة العامة. وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع القطاعات في الوزارة، سواء من نجدة والمرور والمباحث وكذلك الأخوة من البلدية والصحة، راح نقوم بتطبيق الإجراءات الخاصة بهذا القرار لما فيه المصلحة العامة. طيب، هل راح يشمل عملكم فقط على الشوارع ولا بيكون شامل تجمعات في المزارع أو غيرها في الأماكن، صوب الخيران اللي شفناها الناس مخالفة يعني بكل أشكالها الفترة اللي فاتت؟ نعم صحيح، العمل راح يشمل جميع الأماكن. نعم. الأماكن العامة والأماكن الخاصة. ممتاز. الأماكن العامة ممثلة في المجمعات التجارية، أي؟ الحدائق والمطاعم. الأماكن الخاصة متمثلة في المزارع والشاليهات والدواوين. القوة من وزارة الداخلية. لحظة، عفوا دينا. الدواوين معناته إذا شفتوا تجمع بدواوين راح تروحون تطبقون عليهم القانون. طبعا طبعا، هو طبعا يعتبر مخالف للاشتراطات الصحية، وهذا فعل مجرم. نعم. وفق القانون الصحة الوقائية، القانون رقم 8 سنة 69. نعم. الحبس 6 شهور أو غرامة مالية 10,000 دينار، هذا قانون. نعم. نعم، وراح يطبق هذا الأمر لما فيه المصلحة العامة. يعني الإخوان أتمنى أن يشوفون التطبيق الناس عشان فعلا يفهمون
يعني الضربة القانونية اللي راح تطبقها وزارة الداخلية علشان الناس كلها تلتزم ونعدي هذه المرحلة أخوي. طيب إن شاء الله بإذن الله. العقوبات المعينة إيه؟ نعم. تفضل تفضل. المرحلة هذه راح نعديها بإذن الله من خلال تعاون الأخوة بإرشادات وزارة الصحة. نعم. من الضروري التعاونون والتقيد في الإجراءات الوقائية والتباعد المطلوب لما في مصلحتكم ومصلحة الجميع. اليوم أنت قاعد تدش على ناس ممكن تكون حامل الفيروس أنت ما تدري عن نفسك. صح. وتدش على أهلك وتدش على ربعك وتعديهم وتسبب لهم فيهم ناس. يعني أنتوا شفتوا الوضع حاليا الإحصائيات الأعداد اللي موجودة من المصابين وأعداد الوفيات. نعم. يعني أمر ما هو زين للجميع. إحنا نتمنى من الجميع أن يتقيدون لما في مصلحتهم. صحيح. طبعا اولا انا كوني من طبعا الناس اللي اطلع وايد علشان تغطيات الاذاعه عندنا في نبض الكويت، امانه الفتره اللي فاتت السنه اللي فاتت وخصوصا وقت الصيف وقت الحر لما كنت اشوف الداخليه واقفين بعز الشمس بعز الحر والله العظيم ان قلبي يعورني وتخنقني العبرة على الجهود الكبيرة اللي بذلتوها كلكم في هذا المجال. فأرجوك يعني تقبل مني هذا بس الشكر بالإنابة عن كل العاملين في ليالي الكويت، وزارة الإعلام طبعا أخوي اللواء عابدين علي العابدين مدير عام أمن محافظة العاصمة، وايد مشكورين على الجهود اللي قاعد تسوونها. الله يعطيكم العافية. وأنتم مشكورين أخواني وزارة الإعلام لجميع وسائل النقل المرئي والمسموع ودوركم الكبير اللي قاعد تقدمونه لتوعية المجتمع وخدمة الجميع لما فيه مصلحة العامة. احنا بس في جزئية معينة تسمحوا لي اخوي طلال على صبر. موضوع المسيرات. ايه؟ احنا طبعا عشان تكون بصورة يعني قرار مجلس الوزراء ممنوع الاحتفالات والمسيرات. نعم. وراح يطبق القانون في سواء مخالفة الآداب العامة أو هناك مخالفات مرورية تعمد تعطيل حركة السير أو عمل المسيرات أو الأصوات العالية استخدام آلة التنبيه، والأمور هذه كلها راح يتم التعامل معهم أمانة وغير مسموح في هذه الأمور. خوش أنت قلت لي شيء ودي أسألك عنه مدام قلت لي بهالأمر. الآن يوم 25 أو 26 بتشوف الناس طالعين ماشيين بالشارع، شلون تعرف او شلون يتم التفريق من وزاره الداخليه ان هذا محتفل ولا هذا طالع عنده درب يبي يؤديه؟ يعني ترى راح تصير مشكله كبيره في الشوارع، فالله يعينكم عليها. عشان كذي ابي استفسر شلون تبون تسيطرون على الوضع؟ هل راح تمنعون الناس انها تطلع بالشوارع وبس ولا شلون بالطريقه بتصير؟ عفوا اخوي طلال، احنا مثل ما قلت لك في بدايه الامر. نعم. ان هناك خطه تم دراستها وراح يتم تنفيذها حسب الوضع الأمني وحسب الوضع المروري اللي راح نشوفه بالشارع. نعم. مثل ما قلت لك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الداخلية. اللي رايح عنده مشوار مبين. صح. واللي يبي يتعمد تعطيل حركة السير واستخدام آلة التنبيه بطريقة معينة واستخدام رشات الماء هذا واضح، وراح يتم التعامل كل على حدة على حسب تصرفاته. برافو برافو، الله يعطيك ألف عافية ومشكور وتصبح على خير إن شاء الله. شاكر لكم أمانة. الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا. طبعا معنا داخل الاستوديو في استديو ليالي الكويت معنا الدكتور محمد الكندري استاذ علوم الكمبيوتر في كليه التربيه الاساسيه، حياك الله ويانا بليالي الكويت. الله يحييك. احنا دشيناك مبكر بصراحه، هو ناس يعني ما علشان في شويه تاخذ على اليه الوضع في البرنامج. لا ما يحتاج اكيد. لا اعرفكم زين. تعرفنا زين؟ لا ما عرفنا بعدك للحين، ترى ناقصين واحد عندنا مره خط التماس مو موجود بالشاليهات وانا وين قاعد. خلنا كذي زين. ايش رايك باللي سمعته؟ يعني بالاحتفال بغير محله، الفوضى اللي تصير، الناس اللي تعمد عرقله سير، الناس اللي تسوي ازعاج. والله انا صار لي يعني 3 أو 4 سنوات اللي فاتت دائما قبل الاعياد الوطنيه بالسوشيال ميديا اتكلم عن بالتحديد قضيه الاسراف بالماء. انا سافرت مجموعه رحلات يعني طويله وكبيره حق دول مثل النيجر والصومال وجيبوتي وتنزانيا وكينيا ومخيمات اللاجئين في الاردن وتركيا ولبنان. افتريت وايد. في صفحه فاضيه بالجواز؟ لا في 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 اكيد. والله اللي فات بدلته والله. يبي يقول لنا ترى انا يسافر وايد بس مو عارف. لا بس هذه سفرات غير. اكيد. والله هذه السفرات شفت فيها العجب ان الناس ما تلقى الماي، فكنت دائما اتكلم ان هذا التبذير اللي قاعد تسوونه بالماي ترى هذا شيء خيالي. صحيح. انك اصلا يكون عندك ماي نظيف. صح.
نعمة. تشربها هذا هذه بروحها نعمه والله. ترى في دول كامله بالعالم ما عندها الماي النظيف ناس يمشون كيلوات عشان يبقى لنا ماي يرجع بالضبط. شفته احنا كنا نشوفه يعني يا معود انا خلنا من هالسالفه الشوارع. انت لما تروح شارع الخليج كأنك تقول حق الناس حذفوني تطلع من بيتكم من بيتك صحيح. الشوارع عندنا صح. داخل الشوارع الداخليه ينطرونك انزين اوكي هل في ما في طريقه ثانيه يا جماعه تحتفلون غير كذي؟ ما كنا نحتفل كذي قبل لا والله ما كنا نحتفل أبد. والمؤلم انك تشوف الاطفال بس على قولتهم ولي الامر يعني اتس ترند ها ان شاء الله ايش يقولون اتس ترند ان شاء الله ينتهي. نحذف ماي على الناس اي والله ابو وليد والله ان شاء الله ينتهي اتس ترند مثل الكلب هاوس اتس ترند صح. عندنا موضوع حلو اليوم راح يهمكم وايد موضوع الهبه الجديده هبه الكلب هاوس والبرامج الخاصه بالسوشيال ميديا وايضا بعض النقاط ونقدر نقول التيبس يعني ممكن يعني ممكن ان شاء الله ممكن يستفيدون منها الجمهور ممكن ممكن بعد الفاصل نرجع ان شاء الله خليكم ويانا. كون يعمل في مزارع دجاج اليوم نحرص أنه يتغذى دجاجنا بشكل صحي وطبيعي 100% لأن هدفنا نقدم لك دجاج طازج صحي وشهي. دجاج اليوم طازج مغذي صحي. الوطن كلمة بألف معنى. الوطن أمل انتماء مسؤولية فرحة وعيد. الوطن عمل عمل بدأناه بالأمس ومستمرين للمستقبل. عمل يبتدي من كل بيت ومن كل شخص. يبدأ من وحدة الصف لكل أفراد المجتمع ونشوف الفرحة لما نتقدم بعمالنا ونبني مستقبل الكويت. عيد الوطن مو بس يوم، عيد الوطن كل يوم، لأن كل يوم عمل هو عيد للوطن. شركة نفط الكويت معا لهذا الوطن. افترض أن واحد من العيال عندك في البيت سواء طفل أو مراهق قاعد يستخدم كمبيوترك الخاص. أصبحت السوشيال ميديا أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي اللي يعتمد عليها العديد من الأشخاص للتواصل الاجتماعي أو العملي أو العائلي، ومع ذلك تعتبر سلاح ذو حدين يتوجب التعامل معه بالشكل الصحيح للحصول على أعلى استفادة ممكنة منه مع تجنب أضراره. بنسولف عن هذا الموضوع مع الدكتور محمد الكندري أستاذ علوم الكمبيوتر في كلية التربية الأساسية. مساكم الله بالخير لكل متابعين تلفزيون الكويت واللي قاعد يتابعون ليالي الكويت. أبي بس أكد على شغلة اللي ذكروها توا الآن وزارة الداخلية. من حقهم في الفترة الآن القادمة يدخلون الدوانية يقول أنا عندي قانون وراح أطبقه. دوانية تجمعات المسيرات يقول راح أشوف إذا عندهم
ماي عندهم شغلات احتفالية أوقفهم وبخالفهم واتخذ فيهم الإجراءات القانونية. أنا حبيت بس أني أحذركم أن تديرون بالكم، ترى في هناك جهات رقابية راح تبدأ تطبق القانون على هذه الأمور وراح نشوفها بالشارع. إنزين، الآن أني حق الفقرة مع دكتور محمد الكنديري أستاذ علوم الكمبيوتر في كلية التربية الأساسية. قبل لا نتكلم عن الفيلم الكبير اللي صار قبل فترة على موضوع سياسات الواتساب، اختراقات الخصوصية، مشاركة المعلومات مع الفيسبوك، احنا اليوم بنسولف عن كلوب هاوس. فأبي منكم تعطوني رأيكم، شو رأيكم في كلوب هاوس؟ هاشتاج ليالي أندرسكور الكويت، أعطوني رأيكم في كلوب هاوس، مع ضد وليش، وشنو أنتم شايفين المميزات فيه كلوب هاوس؟ أنا قاعد أشوف الغرف ما شاء الله كل يوم غرفة ودش وأطلع وأنا عندي وجهة نظري الشخصية، لكن الحين عاد بسلم الدفة حق زميلي راعي العقال أبو وليد طبعا علشان إنه يعطينا وليد ما أقدر ما كفاية والله ما يسوى علينا سأل العقال تدري عاد ثاني مرة كم سنة الحين أنا وياه صار 18 سنة ويا بعض و17 سنة ويا بعض، أول مرة يحط أربع برامج أو أربع شغلات متعلقة بالإنترنت بجملة واحدة يقول أشكرك كفى عليك مرة. والله مو سهل أول مرة بعد ما قلت لك عن سوالف فيسبوك وواتساب أنا أشوف أنك ما قلت كلاب ساندويتش توقعت بحد مليون ترى صدق شو ما قلت كلاب بس ما دام صك المطاعم مالنا للتيك أواي نطلع من البرنامج نروح دكتور وش أخبارك؟ حياك الله تمام حبيبي. قبل فترة قبل أن ندخل على موضوع الكلاب هاوس، قبل فترة قامت القيامة على موضوع واتساب يوم قالوا بيغيرون سياسة الخصوصية مالتهم، واعتقدوا الناس ان ما في برايفسي خلاص وان اي واحد يكتب اي شيء معلوماتهم راح يتم مشاركتها مع فيسبوك. هل صحيح هالكلام ولا لا؟ هم صح غيروا سياساتهم ويبون يشاركون جزء من المعلومات العامه عنك، يعني محادثاتك، صور، الفيديو، اي شيء تدزه هذا كله مشفر، احنا نسميه اند تو اند انكربشن. فانا لو بدز لك شيء حتى الواتساب نفسهم نظريا المفروض انه ما يشوفون، يشوفون خرابيط ما يشوفون اللي انا قاعد ادز لك اياه. غيروا سياساتهم فيما يخص بعض المعلومات العامة، فمثلا هم راح يتشاركون مع الفيسبوك معلومات عامة عنك من ضمنها مثلا نوع التليفون اللي تستخدمه، نظام التشغيل اللي موجود على تليفونك، ايش كثر تستخدم الواتساب، شلون قاعد تستخدم الواتساب، اي دولة، اي دولة، رقم تليفونك، في امور راح يتشاركونها صح. الحين السؤال نخاف ولا ما نخاف؟ اولا الثقه المطلقه بالانترنت مو موجوده، هذه قاعده يعني تليفونك اللي موجود بيدك انت تخاف انه يسوون له هاك باي وقت. ترى كلوب هاوس من يومين قالوا هاكت، ومو هاك صار ليك، صار ليك المبدا شوي مش الفرق بين واحد يخر ولا هاك نفس الشيء خربت المعلومات. اصبر شوي الحين، قبل فتره كان في شركه عوده بالعالم خربت معلوماتها كلها يقول لك اياها. فالحكي انه تليفونك اللي بيدك انت تخاف، فما بالك بسيرفر او خوادم او كمبيوترات موجوده في مكان ما بامريكا. فالثقه المطلقه مو موجوده، يعني انا اقول حق الناس عندك شيء حساس لا تخليه على التليفون، عندك شيء حساس لهالدرجه لا تدزه بالواتساب حتى لو كان الموضوع نظريا انه والله مشفر. فماكو ثقه مطلقه، لكن ايضا ما صار هذا يعني الزخم اللي صار على الموضوع. كنت انا اقول حق الربع بعضهم يقول تدري انه يعرفون اللوكيشن مالك مثلا، قلت له تدري كم مندوب بالكويت يعرف عنوانك؟ ماكو مطعم بالكويت ما يعرف عنوانك. صح. رقمك موجود على منو داق. صح. رقمك المدني موجود بكل الملفات بكل الاوراق الرسميه اللي انت تعطيها للموظفين. يعني ماكو شيء اسمه خصوصيه، هذه معلومات عامه صارت. بالضبط. فاللي قاعد يتحلطم على واتساب قلت له زين جوجل ماب اللي حضرتك قاعد تستخدمه انت قاعد تغذيه بيانات. انت قاعد تمشي بالتليفون قاعد تغذيه بيانات. فيعني قاعد يصير شوي مبالغه في الخوف، لكن صار شير، نعم صار شير حق معلومات عامه عنك. حلو، بس ما هي المعلومات اللي تقول تضر الشخص ممكن ما تضره. مفروض لا، بس انا اقول حق الناس انت انسان مهم بالدوله والله عندك بيانات تحس انه ما حد يطلع عليها لا تحطها بتليفونك. يعني مو جيمس بوند انت مثلا لا تدزها حق احد، يعني اما والله مواطن عادي ما عندك شيء يعني مفروض ما يصير هالخوف. هذا موضوع مشاركه المعلومات مع فيسبوك. كلاب هاوس الحين ايش فيه؟ كلاب هاوس بالتوك بس لابس كرافته، هذا واحد معلق صح كاتب صح هاشتاج لأهل الكويت كتبوا اللي عندكم كله عن كلاب هاوس. هذا كلاب هاوس يعني هو صح بالتوك ذر ولد ناس. ايام قبل بالتوك كان حوسه. اي بس بالتوك قبل اعتقد ما تشوف من وياك في الغرفه. لا لا الاسماء الحين تشوفها لانه قاعد يسحب من تويتر. لا قاعد يسحب من الغرفه وحتى لما يسحب من تويتر انا اقدر اغير اسمي. اي مره واحده اقدر اغير شرط اسم تويتر لما تدخل شو اسمه كزائر داخل الغرفه. إيه. تقدر تغير اسمك بعدين ولك مره واحده تغير اسمك والله. إيه بس هم كلوب هاوس قاعد يشجعون على قضيه المصداقيه والاوثنتيكيشن وانك تطلع باسمك الصجي، قاعد يشجعون فيه. وحتى الحين الوضع صاير بكلوب هاوس انه لما شخص يكون خلينا نقول نيك نيم اسم مستعار وصوره
مو صجيه ما ينعطى وجه يعني حتى لما يرفع ايده بيتكلم غالبا مدير الروم ما يعطيه مجال. ليش؟ لان لا نعرفك ولا نعرف صورتك، فممكن تدش تغلط ولا تجيب العيد. مو هذه المشكله اللي بتكلم عنها اصلا. يعني ذاك اليوم سالت محامي قلت اذا واحد دش وغلط اي، واحنا قاعد نتكلم مثلا عن سياسه الدوله ولا سوالف بالاديان والامور هذه كلها ولا ابعد من ذلك، خلينا نتكلم زين شنو اللي بيصير بالغرفه كلها؟ هناك 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 قانون جرائم الكترونيه موجود قد يطبق على شو اسمه اللي بالغرفه او المتحدث او الناس اللي تكلموا. فالناس على بالهم انه يقدرون ياخذون راحتهم، بعض الناس، لان الحين مندفعين بقوه. وانا قاعد اشوف يعني شيء زين ان انا قاعد اشوف مثلا اذا ماني غلطان اشوف الحكومه افتحوا قاموا يتكلمون، اشوف النواب دشوا يتكلمون لكن انا ادخل واشوف واطلع، لان انا عندي تخوف دائما من شيء اسمه جرائم الكترونيه. زين واحد على قولتك يقط له كلمتين ثلاثه يعفس الغرفه كلها، يعفس الدنيا كلها. صح. واحد كاتب للاسف برنامج كلاب هاوس برنامج هبه، برنامج اتوقع ان الناس قاعده تستغل البرنامج بطريقه غلط، او في بعض الناس قاعده تستغل بطريقه غلط، بس في ناس صح. ويقول احساسي في مشاكل جايه يعني بالطريق حق بالطريق. انا اغلب اللي شفته بالفتره اللي فاتت انه والله الناس قاعده تستغل صح للامانه. اي انا والله للامانه قاعد اشوف وايد اشياء صح، حتى بمكان حتى وقت الغشمره تلاقي تال الليل يقعدون بالضبط ضحك وغشمره، ناس يدندنون سوالف غناوي وحق وشعر. فقاعد تصير شغلات بعدين يعني السوشيال ميديا كل شيء فيه صح. يعني انت بتدش انستغرام ولا تويتر فيسبوك غيره كل شيء نفس الطريقه، في زين وفي شين. ايش اللي ما يزعل يعني؟ ليش الناس قاعد راحت كلوب هاوس؟ ليش دشت؟ ليش الهبه الجديده؟ يعني قبل يو هب شنو اللي كان لحظه قبل الهبه مو تيك توك اللي قبله كان في مسج جايك فروم ابوف على قولتهم يقول لك ايش سالفتك ويا المكلف ومحامين ربعك؟ منو؟ من كثر القضايا يحمي نفسه. ليه هني قضايا في المحاكم بعد ليش أسوي؟ ليش يقول لك ليش ليش هذا سعود ها سعودي سؤال مشاكل كل اسبوع عندي محاميين اثنين يطلعون على الهواء عندنا في ثالث اي والله فما شاء الله تثقفنا وتعلمنا والثقافه زينه والثقافه زينه حاضر نعرفها اي والله زين. الحين غير كلوب هاوس انا سمعت في شغله حتى من كثر اللويل او الهاله اللي خذاها كلوب هاوس عندك تويتر الحين منزلين شغله اسمها سبيسز بس هذه مشابهة لكلوب هاوس. بيحجزون ربعهم راح اعتقد راح يسحب البساط من تحت كلوب هاوس لانه ما يبون الناس تروح. ناس عندها اوريدي فولورز في تويتر فيقول لك ما ابي اخسر على الفولورز مالوتي واروح كلوب هاوس ابني من جديد، خلني بتويتر يفتح سبيسز نفس الفكرة بالضبط نفس الديزاين نفس كل شيء. اي شوف صدقني يوم تنتقل من وسائل التواصل من بالتطبيق لتطبيق راح تبني لك فولورز من صنف اخر بشكل ثاني صح. هذه قاعدة. اعطيك مثال سناب شات كله فكرة ستوريز صح حياتك اليومية صح قلدها انستغرام لكن انستغرام جاب ميزات جديده وطلع بشكل مختلف. تويتر دخل الستوري بالموضوع لكن فشل. ما نجح. الواتساب دخل الستوري بالموضوع ايضا فشل. فمو بالضروره ان اذا هم قلدوه فراح يبونه صح. ولا صارت هجره اصلا. تويتر انت تكتب هناك انت تسولف تتكلم، انستغرام تحط صور وفيديو تطلع لايف. يحاولون يطورون. الفكره مختلفه تماما. انا قاعد اشوف تويتر فضفضه على قولتهم. الصنف اللي قاعد يدش كلوب هاوس صنف اما يبي يستمع مستمع قوي صح. او انه على قولتهم مفوه. خليني اقول لك انا دشيت في جروبات مو بالكويت برا رحت على جروبات عن السوشيال ميديا والماركتنج والامور هذه كلها. اللي مشاركين ناس مصاكه نعم. في التسويق العالمي شيء مو طبيعي والله قمت اسمع وساكت. فبالتالي مثل ما تكلم يعني مساء على ما سالت شنو ميزه الكلوب هاوس، مريم المطير ايش قالت؟ كلوب هاوس كشف لنا مثقفين مو مشهورين. والتغريده اللي بعدها خلينا نشوفها لو سمحتوا، الاخت ناديه تقول طبعا بخصوص البرنامج ما عندي فكره عنه، لكن انا ضد البرامج اللي يكون فيها دردشه جماعيه، ويريتكم في توعية من قبل الأهل ورقاب لتجنب العواقب اللي ممكن تصير. هذا التحذير اللي أنا تكلمت عنه، أن في غرف لو تدخل الناس لحد الآن يمكن بعضهم بس قاعد يشوفون الغرف الرومز اللي موجودة عندنا. إنزين يدخل الشعر على قولتك ولا ذاك اليوم دشيت التحرش، شوف الفولورز مالتك، ملفات حكومية، ملفات حكومية، ما أدري شنو. أنا أطلع برا لما طلعت برا لما تسوي سيرش تلقى بعض الأماكن فيها مصايب. فبالتالي الرقابة من الأهل يجب أن تكون محكمة قوية جدا. شوف النت يعني النت مليان بلاوي
يا ابو النرويج انت يعني عليك. انا نزلت كذا فيديو عندي بالاكونت اتكلم فيه على موضوع ان ولدك اذا استخدم النت لا تثق بشيء. اعطيك مثال بسيط، ولدك يمكن يكون قاعد يمك ومشغل اليوتيوب اي صح ومشغل رسوم متحركه وانت قاعد تسمع صوت اطفال وتطالع تشوف رسوم متحركه وهو مليان بلاوي أي. فترى الافكار المسمومه سهل جدا انت تبثها صح. في السوشيال ميديا صح صح حتى صح. كلب هاوس في صنف من الناس ما حد كان يسمع له قبل أي. مثل ما قالت الاخت وهو يعرف يتكلم وعنده شويه افكار مسمومه ما يعرف يكتب بس يعرف يتكلم كلب هاوس يلا على طبق من ذهب اليوم يفتح له روم فحتى انا نقول حق الناس انه لما تشوف الناس الزينه لما تشوف غرفه مشبوهه لا تدش مجرد انه يزيدون الناس بهالغرفه الغرفه راح تصير ترند وتصعد فوق ويدشون تلم ويدشون ناس اكثر اي فصح الواحد لازم يكون حذر اذا لقيت غرفه متروسه مو شرط انه في غرفه هذه مشبوهه يمكن المحتوى انا اللي دشيت الغرفه إيه بس ممكن آلاف كان فيها طبعًا المتحدثين طبعًا يعني مو لاحقين اللي رافعين ايدهم كانوا 100 وشيء تقريبا ومو ملحقين الراس عليهم فمعناته انا ظنيت ان الغرفه لها كاباسيتي معينه هل في لا 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 تفتح وايد ماكو وايد على كيفك ايش انا شفت آلاف اي وايد وترى مثل ما عندهم هناك في خلينا نقول غرف الاجانب تشوف مثلا يدشون عندهم خلينا نفترض مثلا مسؤولين او خبراء او كذا ترى عندنا قاعد يصير انا صح. من يومين يوم دش وزير الدوله والله استانست نعم. بصرف النظر هذا النقاش راح يكون مثمر ولا لا راح تقتنع انت ولا لا كمستمع بس المفروض ان حتى المسؤولين عندنا يدشون لو مو كلب هاوس لو غيره لكن افتح موضوع التواصل الاجتماعي لو يدشون يسمعون مع الجمهور ياخذون فيدباك يعني اسمع خلي الناس تسمعك هذا والله مطلوب هذا ما يضعف يعني وهذا هذه شيء اخر يعني لما تقول ان الوزراء قاموا يطلعون ويتكلمون المسؤولين والنواب معناته انت قاعد تضعف جهات اخرى اعلاميه اللي هي مثل كونه مثل المنصات الرسميه انها تضعفها بحيث انه هو اصبح عنده منصته قام يتكلم بروحه عرفت شلون ما قام يحتاج يطلع تصريح رسمي ممتاز اليوم بالعالم اللي احنا قاعد نعيش فيه ترى ماكو سبق صحفي السبق الصحفي بالتليفون صار فقضية الإعلام التقليدي أنا ما بقول إن الإعلام التقليدي قاعد يموت لكن ما يصير أنا أهمل السوشيال ميديا أنت كوزير مثلا مشكور يعني يساك الله خير متى يعني سويت يا رب الله يطول لي عمرك تحدث لكي أراك وهكتك لا 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 أبدا بس إذا صرت وزير تأخذني لا يبا شنو أخذك أقوم أمشي لا يبا لا لا دكتور معاشاتكم غالية أنت لا لا الوزير أحسن لا توهقني بصلوح سألني سؤال نسيته خليني أقول لك بس التويتر على ما لا قاعد يقول بصلوح قاعد يقول شنو قاعد يقول أن التصريحات قد تكون يمكن مو مدروسة سريعة صح. فبالتالي أنت تحاسب عليها لأن أنت ما راجعت فيها مثلا إدارة الإعلام والجهات الرسمية هل معقولة إحنا صح والعالم كله غلط يعني ما يصير لا لا, لا العالم كله الحين صح. من رئيس وزراء إلى أصغر مسؤول بالبلد عند أكاونت في كل ويرد على الناس تليفونه أنا والله أقدر بس ما أقدر يعني الحين يعني ممكن أعطيك عشرات الأسامي مسؤولين بالبلد ما عنده أكاونت بالسوشيال ميديا ورغم لما تدق عليه مغلق داي. يعني العشرات عندنا نتمنى يعني أن يكون هناك انفتاح أكثر بالضبط. بحيث أنه يكون سهل التواصل وياهم صح. وبالتالي هذه ترى كلها مفيدة للمجتمع جدا ما فيها شيء جدا والله ترد يمكن على واحد عمره 15 سنة يستانس بالضبط. يمكن يومين يقعد مستانس بالضبط. بسبب أن أنت رديت عليه وأنت ما تعرف عمره لكن سألك سؤال صحيح وجاوبته سؤال بالضبط. صحيح ليش قاعد تبتسم؟ خليني اقرا بس التغريده دكتور محمد واحد الجوكر ابو حمود يقول لك دكتور محمد نور التلفزيون سؤال هل كلب هاوس له ثغرات للتجسس؟ هو ما صار اللي صار فيه الحين صار ليك ثغرات تجسس الله اعلم يعني لازم يسوون له هاك عشان يعرفون اللي حصل ان واحد من اليوزرز اكتشف طريقه انه يقدر يشغل اكثر من روم عنده هذا الكلام انا ماخذه من البي بي سي وجماعه كلب هاوس هم نفسهم صرحوا حق البي بي سي فهو اكتشف طريق انه يشغل اكثر من روم بنفس الوقت فشغل اكثر من روم وسوى لهم ستريم من الويب سايت ماله فهو اكتشف شيئين الاول انه شلون ابطل اكثر من روم الثاني سوى ستريم على الويب سايت ماله فنفهم انه هم مسوي هاك وهم مسوي هاك هذا يسمونه ليك والفرق كبير الهاك ان انا ادش داخل عندك واخذ بيانات الناس اللي موجوده لقى مكان بطل دش منه بالضبط انك تدش داخل وتعفس الدنيا توقف البرنامج تاخذ بس والله فكرته حلوه الحركه اللي سواها هذه
فكره لطيفه والله جازت لي. هو يعتبر فايوليشن لانهم جماعه كلاب هاوس ما يرضون. اي زين ليش واحد يقدر يبوق حسابي؟ السهوله في الباسورد عدل، فيقول لك دائما لا تحط الباسورد مثل عيد ميلادك اسمك اسماء. وايد اسباب. يعني اولا الباسورد يفضل انه يكون فوق ال 12 كاركتر، اكثر من 12 حرف، ويكون مكس ما بين حروف صغيره وكبيره ورموز وارقام. خفانا انساي معود بهالحاله. انا منزل فيديو كامل اشرح فيه شلون تسوي لك باسورد معقد وما تنساه، لا ويكون مختلف حق كل حساب بالسوشيال ميديا وهم ما تنساه. صدق والله؟ والله في وايد اكو وايد خلينا نقول ميكانيزمز او طرق تسوي فيها باسورد قوي، فهذه واحده فيهم. وفي شغلات ثانيه مثل الحين انت لما انت بتدفع عن طريق الكينت في رقم كودي لك على التليفون صح؟ او تي بي. هذه المصادقه الثنائيه، ان انا رقم تليفوني مسجل عند انستغرام مثلا. اي. فلو تليفونك انت تدش منه على حسابك ماكو مشكله. اي. لو بدش انا على حسابك من جهازي انستغرام راح يعرفون ان هذا جهاز جديد. يدز لي كود. فانا ما راح اللي يسمونه هذا دبل اوثنتيكيشن. بالضبط، تو فاكتور اوثنتيكيشن. والله مو سهل. ها؟ اليوم لا اليوم هو قبل ايكو. يعني اخر مره سولفت وياك ما كنت تعرف. بس اكو ناس شنو؟ اكو ناس مثلي ومثل سعود الرمح. شو يسوي؟ ماخذ الباسوردز وحاطهم بالنوت مالت التليفون، يعني لو تليفونه يتهكر ياخذون كل شيء، ياخذون كل شيء منه. يحفزك زياده. ما سوينا شيء. خلينا ندخل على شغله ثانيه. خلينا ندخل على الجيمز. الجيمز طبعا اونلاين. الجيمز اليوم انا قاعد اقرا خبر في واحده من الولايات بامريكا. أي. المحامين قاعد يحاولون يشرعون، يعني يشرعون قانون يجرم لعبه جراند ثيفت اوتو. لعبه معروفه جدا. أنا اقول لك يعني بدخل لعبه البواو قاعد وانا ادري انها لعبه جميله. يعني الكونسبت مالها ايب عندهم بالنسبه لهم يمكن يكون عادي، بس تعلم اشياء غلط. في اشياء جدا غلط جدا. يعني سرقه تعلم. بالضبط. تعلم كل الجرائم اللي تخطر ببالك تسويها يسوونها بالجرائم. قمار، قتل، سرقه، كل شيء موجود بجراند ثيفت اوتو. فالشخصيه شلون راح تطلع؟ شخصيه الطفل او الصبي اللي يلعبها. فتخيل لو عمره 7 سنين يلعب هاللعبه. اصلا اللعبه حق 18 سنة وتلوث عقل ابو 18 سنة، فما بالك تجيب ابو 9 سنين 10 سنين يلعب هاللعبة. اذا بنرد على الكلب هاوس مساء، انت قلت ان في ناس لما تتكلم تسمع لها. وهذه الخطورة. يعني مشعل او مشاعل المولى ايش تقول او شو يقول؟ يقول امانة، يقول اصحاب الافكار الهدامة والارهابية كانت تستغل البالتوك لغسل عقول الشباب وتدميرهم، وغرف الكلب هاوس غير مراقبة. صح. ما عليها رقابه. صح. فبالتالي انت ما تدري الاخ هذا اللي قاعد يتكلم وهو ايش قاعد، شنو المسج اللي هو قاعد يطوفه حق الناس. وهذه الخطوره اللي انا شفتها لما دخلت، كنت اشوف الناس تتكلم في امور كل شيء المفروض ان ما حد يتكلم خط احمر. اي برا الخط الاحمر تسمع كل شيء. ماكو رقابه، ماكو رقابه، راح تسمع كل شيء. اي طبعا تقدر انت تسوي ريبورت والغرف حتى بعد ما تتسكر الكونتنت او المحتوى موجود عند جماعه كلب هاوس لفتره بعدين ينمسح. فممكن انت تسوي ريبورت، يعني لو لقيت شيء نقول بالخطوره هذه ان ارهاب وكذا تقدر. بس ارجع واقول لك النت ملغوم، يعني مو شرط حتى قضايا الارهاب، النت ملغوم كل شيء فيه. فبالذات حق الشخص اللي ما يكون ناضج، انت كولي امر راقب، رافج عيالك. انا اعرف عيالي شو يلعبون، يعني انا ساعات العب بلاي ستيشن، فانا اعرف شو يلعبون، انا قريب منهم. ادري ان هذه مشكله حق بعض اولياء الامور اللي في فارق سن كبير بينه وبين عياله، لكن لازم يحاول، لان انت اذا خليت القاب هذا بينك وبينه راحوا راح ما انت راح. ما راح تقدر تراقب. هذا اللي قاعد يقول الاخ، يقول تسجيل الرقابه على عيالنا خاصه المراهقين، هناك غرف في كلب هاوس تتصادم بالدين وتهدم القيم والعادات. فهذا انت كلامك انه لازم تكون هناك رقابه ذاتيه ولا تقدر تمنع. يعني وهم ما تقدر تمنع، يعني المفروض يصير ان انت تحاول تفهمه، تحاول تخليه يستوعب، لان قضيه انه بمنعك من هذا بمنعك من ذاك. صحيح. ما راح تقدر. يعني وايد صعبه. يطلع من البيت يروح يشغل الكلب هاوس عند ربعه وخلاص وبس. شوفوا في شغله يمكن دكتور اكيد شاركنا فيها، اذا قلت لك معلومة أن هي الانستغرام، تويتر، أعتقد سناب وغيره من البرامج السوشيال ميديا وحتى كلاب هاوس في عليها ايج بوليسي. يس. من 18 وفوق او 17 وفوق او 16 وفوق. الابلكيشن لما تيجي تنزله تشوف مكتوب عليه. يقول لك المشكلة أن احنا عندنا صغار اعمارهم ب 10 سنين و11 سنة عنده اكونتات. اي. عنده تلاقي عنده انستغرام، عنده سناب، عنده كلاب هاوس، عنده غيره، كل السوشيال ميديا عنده. فهذا هذه مشكلة عودة. الأبلة من هذا ان الولد الصغير الفيزا كارد مالت ابوه مسجله على حساب البلاي ستيشن ومفتوحه وصحب. وهو صح قاعد يستاذن من ابوه يقول له يبا بشتري، والابو يوافق ما يدري شو بيشتري. الكارثه الاكبر ان الاكونت على يو اس ستور، على ستور امريكا. أي.
فالالعاب حتى مو مقطعه صح بكل بلاويها موجوده صح. وهذا عمره 9 سنين فيقول حق لوبو لوبو ليه الحين عبال ان هذه العاب هذه مو العاب انت يعني وهم يسمونهم فيديو جيمز والله مو جيمز صار ترفيه شيء ثاني صار معالم ثاني شيء انا عيست اقول حق الناس هذا مو جيم انسى مصطلح جيم ترى هذا فكر هذا لايف ستايل كامل راح يتعلمه ولدك راح يعيش بهالطريقه راح يحب هالطريقه في بحث سووه اثنين صينيين سنه 2019 يعني مع بدايات الكورونا اخذوا عينه كبيره من الاطفال اللي كانوا يلعبون فيديو جيمز فيها عنف البحث ختامه اثبات ان السلوك العدواني عند الاطفال متناسب مع العاب الفيديو جيمز العنيفه اللي يعني كان لها تاثير كبير عليهم تاثير مباشر يعني شافوا انه فعلا ياثر هو صدق جاهل طوله 7 سنين جاضب لك بالضبط يحافظ اسامي رشاشات يحافظ اسامي اشياء لاحظت بالتليفون ولعب اونلاين مع ناس كبار كبار شوف انت بينه وبين التلفزيون متر ونص مترين اي وانت لو تناديه ما يرد عليك صح مو حولك يعني هو داش داخل اصلا يعني ولي الامر يقول لك وناسه خله فاكني تلقى ولي الامر بروحه ماسك الجيم قاعد يلعب بالديوانيه مع الربع نفس الشيء وتكفى سكر وقول له اطلع برا خلي الولد يقعد برا شوي حلو ولا ولي الامر مشغول ينشر اشاعات بتويتر ايوه يلا لحق اشاعات الجروبات لا والله وكل ما عيال يعني كل ما عيالهم اذوهم قط بحضن الايباد صح والله قاعد دمر انت صح هذه اسميها اللي هو التكنيكال دروجز تخدير تقني فعلا الايباد يصير خلاص يصير رفيجه يندمج فيه الياهل من صغره خلاص ومالت البيت يقطون عليه جرب الايباد والله جرب انا اقول لهم جرب تحرمه يوم كامل راح اعطيك كبده اول ساعتين يموت الياهل بعدين راح تكتشف انه يخترع مجموعه العاب بالبيت ياخذ لك الغنفات يبني منهم قلعه والله يسوي شيء يسوي العجب قبل كذي مساكين ما عندهم شيء يعني ما عنده شيء لا العاب ولا فانت حرمه شوي خليه يبدع مكسي اورطه بالضبط تيل ها شحلينا شط بطاط اليوم قاعد نتكلم اليوم كانوا زايريننا فنانين الشباب الصغار اللي كانوا مسوين اغنيه قاعد نتكلم اقول حق ابو علي اقول عطني جيب الجنجفه يقول لي شويت من يلعب جنجفه اي والله قلت لهم شفتوا الجنجفه هذه ايباد مالنا قبل نلعب فيها 40 50 لعبه أيوة والله مثل منوعه اي أيوة والله صح يقول احنا ما نعرف لعبه واحده قلت له قبل غير والحين غير الحين تبطل انت تليفونك ولا ايبادك ولا كمبيوترك دش على عالم ثاني تنتقل لدنيا ثانيه مو بس كذي الحين مصيبه برامج السوشيال ميديا او خلينا نقول برامج التواصل مثل الواتساب وغيره انه يخليك ما تكتب انا قاعد اشوف الياهال كلهم يسجل فويس ما يعرف يكتب صح. يعني أهم هذه مصيبة زين إحنا يبنا لكم كمبيوتر حتى على الكيبورد ما تعرف تكتب يعني لا بالقلم ولا بالكيبورد آخر خمس دقائق عندك ما يعرف رحنا أونلاين وإحنا نعرف شنو قاعد يصير بالأونلاين الأيام هذه كلها فبالتالي راح يجينا جيل الله يستر والله يعيننا عليه رشحنا وقلنا حق ناس كلها خل روح أونلاين عشان التباعد عشان 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 بعدين بدأوا الدكاترة نفسهم مثلك وشرواك يقولوا لنا إيش قاعد يصير والله سيء إنزين وطلعوا وتكلموا فيها عمليات الغش والأمور هذه سيء. كلها اللي أنا أدرس الحين وأنا أقول لك والله تجربة في غاية السوء مع أن تبي تقول لي محمد أنت مرتاح بقول لك والله مرتاح قاعد ببيتي قهوتي عندي ما أطلع من البيت لكن كعملية تعليمية لا والله كارثة ماكو بس إحنا مجبور المشكلة هي هذه ماكو حل إن شاء الله تنتهي زين هل ممكن نطور النظام هذا نظام الدراسة عن بعد طبعا المشكلة إن إحنا ما خلينا كونسبت ماشيين فيه برا الناس ماشية برا على نظام عن بعد ترى من زمان صح ولهم طريقة إن الطالب من نفسه يجتهد بشغله ونظامه كله بروجكت وكله كتابه وكله كذا بحيث انه الطالب هو يتعلم وهو قاعد يشتغل بس ترى احنا عندنا شيء ثاني قاعد نشوفه مو نظام تعليم عن بعد اذا نتكلم حق يعني جيل الاطفال اي ترى التعليم عن بعد عندهم هي مهاره يتعلمونها وهي خلينا نقول بارشل هي جزء بسيط من عمليه التعليميه الكبيره فعليا ترى هم يتعلمون بالكلاس صح يعني موضوع التلقي اللي احنا نسميه لغه الجسد ولغه العين ان انت تشوفه انت 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 تفهم بالكلاس ان الولد هذا مو فاهمك يبين من ملامحه انا بالاونلاين شلون بعرف طق على راسه ينام يمك ما يدري وندري انه والله ندري انه نايم نامون ولا ندري والله وندري انه قاعد يصير نوم بس شو نسوي دكتور محمد مشكور وايد على وجودك ويانا وان شاء الله نستقبلك مره ثانيه ونتكلم اكثر واكثر الله يحفظك وليد مشكور طول عمرك حبيبي شكرا طبعا جايين على احتفالات نسال الله يحفظكم كل عام وانتم بالف خير خلنا نتذكر ترى 1991 زين انا احتفلت
والدشداشة كلها مطر أسود, نقط أسود من الحرائق مالت النفط. إنزين شم ريحة الغاز ذاك الوقت نحتفل. أنا مو قاعد أقول أكو ناس الآن ما يحسون ولا يعرفون, لا يبا في ناس عاشوا في هذه الفترة عانوا وعرفوا نعمة اسمها الكويت. إنزين إحنا نبي نحافظ عليها, نبي ندير بالنا عليها برغم كل الظروف. أدري يبا أدري قرارات طلعت أوكي سكرنا المطاعم وصار وصار وصار, لكن ترى ما حد سوى هذا إلا إحنا. يعني إحنا لو كان هناك التزام تام من كل الناس الموجودين على الأرض الطيبة كان ما تم اتخاذ هذه القرارات. تقولوا لي أنت موافق؟ أنا ماني موافق شخصيا طلال, ماني موافق. أنا أعتقد أن الكل يشتغل والكل موجود والكل يجتهد, ولكن قساوة في تطبيق القانون ونفس الوقت زيادة التطعيم اللي الآن قاعد أشوف النسبة جدا كبيرة فيها, وهذا هو الطريق إلى المستقبل, التجديد في تطبيق القانون وأيضا التشجيع على التطعيم. هذا هو الطريق الصحيح, هذه هي الطريقة عشان نحافظ أيضا على نفسنا من المرض من الوباء, وأيضا نتجه إلى المستقبل مع بعض في دولة دولة خير وبركة ونعمة. كل عام وانتم بخير, نحتفل في البيوت, لا حد يطلع, ديروا بالكم إلا للضرورة في الأيام القادمة. أسأل الله يحفظكم إن شاء الله كلكم, نلقاكم على خير.